صدمة في قرية أثعلي بعد تحليل عينات الحمض النووي وإثبات مقتل الطفلة نهال. مشاهد الحزن خيمت على بيت الضحية والقرية وكل من حضر لمواساة العائلة في مصابها، ومطلب الجميع كان واحدا: الحمد لله. احنا كما يقول لك مازال نطالبوا العدالة والقصاص. انا نحكي ما نحكيش ابار القصاص. انا مادام ما كاش حكم الاعدام هذا والله ما نهناش، ومازال الا بغى نوصل تانا نضامن مع عائلات الضحايا اللي فاتوا والاخر، ونديروا جمعيه ونديروا ما نسمحوش في حقنا. هذه القضيه تفتح من جديد عده اسئله فيما يخص ماذا وقع في المجتمع الجزائري، لماذا وصلنا الى هذه الوحشيه، لماذا وصلنا الى هذه الدرجه من اللا انسانيه. العائلات التي ذاقت في وقت سابق من كأس المرارة التي تشرب منها عائلة نهال اليوم كانت حاضرة للوقوف إلى جانبها، ولم يختلف رأيها. ربي اللي قال القصص، وإحنا ما دابينا يكون القصص. 40 مليون شعب جزائري كل طرف القصص، كما تاع الخروب ياسر، كما شيمة وإبراهيم وهارون، كانت ما توصلش اليوم للنهال. باش المرة هذه تنحى خلاص، باش نقضيو عليه لازم يكون قصاص. الناس اللي قاعدين يديروا في الشيء هذا مش راني يحبسوا، اون كونترا راح يبقاو يزيدوا، راني يزيدوا يزيدوا. وحنا قاعدين نشوفوا في الدائره دي ما حبش تحبس. البارح في قسنطينه ومن بعد في واهرن ومن بعد كذا دوك حنا في تيزي وزو. تغتال البراءة من جديد فيما سنسأل بأي ذنب قتلت أمام عجز القوانين الوضعية وانحلال قيام المجتمع التي غذت الآفات على اختلافها، ومنها ظاهرة اختطاف وقتل القُصّر. وحال لسان البراءة يقول: هل من مغيث؟